أهلا بكم في مرآب جيكو. إنه يوم مشمس، لذا سيصعد الأحمر للسطح وسيقوم بتوصيل الألواح الشمسية الجديدة والتي تمتص طاقة الشمس وتحولها إلى طاقة نظيفة للمرآب. أهلا بوبي. ماذا؟ انظر لنفسك، أنت متسخ وقد قمنا بتنظيفك البارحة. لا تقلق، رش الماء بالمرشات بمغسل جيكو للسيارات. ها أنت نظيف وجاهز للسير على الطريق. أوه، اتسخت مجدداً. كيف حدث ذلك؟ سوف نضطر لغسلك يدوياً. أصبحت نظيفاً. يمكنك العودة للطريق يا بوبي. هذا ما يجعلك تتسخ. محرك الوقود تملأه الفوضى. أتريد محركاً كهربائياً نظيفاً بدلاً منه؟ الطاقة الشمسية جاهزة؟ نستمد من ألواح الشمس الطاقة ليسير بالطاقة النظيفة بلا باقة. مرحبا، إلى اللقاء مع مزيد من المرح في مرآب جيكو. هيا أيها الأزرق، لقد حان وقت النوم. طابت ليلتكم جميعا. ها بوبي، ما الذي تفعله في هذا الوقت؟ يا إلهي، أنت بحاجة لعجلة. يمكنني إصلاحها، لكن لنكن هادئين. نجونا، كان هذا وشيكا. لا. انتهينا يا بوبي، طابت ليلتك. على الأرجح سأستلقي لدقيقتين فقط. بالجميع، سنتحقق من الحفار إريك. سنختبر أنه ينجز جميع أعماله بشكل سليم. من سيساعدني؟ أعتقد أنني سوف أختار الصفراء. أعلم أنك تلعبين، لكن أعتقد أنك ستحظين بنفس المتعة بالعمل. سوف نبدأ بفحص محركك يا إريك. شغل المحرك بسرعة عالية ولطيفة. يمكنك أن تفعلها بشكل أفضل. ها؟
التقاط رائع. حان وقت فحص سلسلتك العريضة. الجزء الأخير من خدمة التحقق. دعنا نرى كيف يعمل ذراع الحفر. يحتاج للزيت يا صفراء. أحسنت يا إريك، اجتزت خدمة التحقق، لذا فأنت جاهز لأعمال الحفر. أتريدين الانضمام إليهم؟ أخبرتك أن العمل ممتع. إلى اللقاء مع مزيد من العمل والمرح هنا في مرأب جيكو. أهلا بالجميع، مرحبا بكم في مرأب جيكو. إنه يوم هادئ جداً، نقوم ببعض أعمال التنظيف. ما هذا الضجيج يا ترى؟ الحافلة بوبي؟ لا تبدو بحال جيدة. تعال، دعنا نلقي نظرة عليك. يا إلهي، بوبي ليس بخير. لنرى، أسنستطيع اكتشاف المشكلة؟ ربما يحتاج المبرد إلى ماء. هيا أيها الميكانيكيون. كلا، هذا ليس جيداً. لحظة واحدة. بوبي المسكين يسرب زيتاً، والذي يجعل المحرك يعمل بسلاسة. يمكننا إصلاحه. لقد وجدنا مصدر المشكلة، تسريب الزيت من الأنبوب. الأخضر سيغلق الفتحة بإحكام عن طريق اللحام بالشرر شديد السطوع، وهذه ستحافظ على مظهرك. مرحى، أحسنت يا أخضر، أحسنت يا أزرق. أتشعر بتحسن يا بوبي؟ زبون آخر سعيد. هذا ما نفعله. إلى اللقاء في مرآب جوكو. وداعا. أهلا بالجميع، معكم جيكو. اليوم هو يوم مميز جدا. هذه أول زيارة لطفلة الشاحنة لمرآبنا، لذا نريد أن نرحب بها ترحيبا إضافيا مميزا وكبيرا. أهلا بالشاحنة الطفلة. أأنت متوترة؟ لا تقلقي، أنت بأيد أمينة، أليس صحيحان؟ الشاحنة الطفلة، مهلاً. لا، لقد أخفنا الشاحنة الطفلة. لا تقلقي أيتها الأم، سوف نجدها. هيا أيها الميكانيكيون، لنجد الشاحنة الطفلة. أيتها المسكينة، أين تكونين؟ أتختبئين هنا؟ أما زلت متوترة؟ خمني ماذا؟ وأنا متوتر.
إنها المرة الأولى لك، لذا أردنا أن نجعل زيارتك مميزة. أنا آسف إذا كنا أخفناك، لكن أعدك بأننا سنهتم بك بشكل مميز. هل اتفقنا؟ افتحوا الأبواب لندخل المرآب كي نساعد المركبة يا أصحاب. فلتمرحي أيتها الشاحنة الطفلة، كنت شجاعة. على الرحب والسعة دائما. شكرا لانضمامكما إلينا في مرأب جيكو. وداعا. أهلا بالجميع، معكم جيكو. نحن في طريقنا إلى المنزل. ها، الشاحنة الطفلة. أخبريني ماذا أصابك؟ فقدت مصاصاتك؟ لا تنزعجي، سوف نجدها لك. هيا أيها الميكانيكيون، حاولي البحث في تلك الزهور الحمراء. هل رأيت أي شيء؟ ماذا عن السياج الأخضر؟ أترين شيئاً هناك؟ لابد أنها في مكان ما. أنا حقاً آسف جداً، لم أجد مصاصتك المطاطية. ها؟ الأزرق. أحسنت، لقد وجدتها. تفضلي مصاصتك. كل شيء انتهى بخير، شكراً لمساعدتكم. وداعاً. شاحنة الإطفاء فيونا؟ ما هي المشكلة؟ خرطومك معطل؟ لنلقي نظرة. لا تقلقي يا فيونا، سنصلحك بسرعة. سأحضر أفضل مفتاح ربط. أيها الميكانيكيون، ساعدوني رجاءً. أنت
بخير يا صفراء؟ حسناً، أعتقد أن المشكلة قد حلت. شكراً لزيارتنا في مرأى بيجيكو. وداعاً. مرحباً بالجميع، جيكو معكم. إنه يوم مشمس جميل، لذلك سأقوم بمراقبة الطيور. انظروا، إنهما التوأمان، باري وكاري. يبدو أنهما يستمتعان كثيراً. أوه لا، انقلب باري. أيها الميكانيكيون، علينا مساعدته. هيا يا شاحنة السحب تالي. لا تقلق باري، سنخرجك من هنا قريبا. يا أزرق. دعنا نلقي نظرة. هذا غريب، محركك لا يعمل. جاءت كاري لتبهجك. هذا لطيف. عرفت أن هناك شيئاً مريباً. يبدو أن السمكة كانت عالقة في أنبوب العدم، لهذا لم يعمل المحرك. لطيفاً أن يقوم بزيارتك صديق، هذا سيجعلك تتحسن بسرعة. السمكة عادت إلى منزلها، كان رفاقها قلقين عليها. حسناً، كل شيء بخير. إلى اللقاء قريباً. وداعاً. الشاحنة الأم والشاحنة الطفلة، لما تنتظران هنا؟ النفق مسدود ولا تستطيعان العبور. سوف ألقي نظرة. يبدو كأنه انهار. انهيار آخر. نحن محاصرون في الداخل. لا تقلقوا، فقد جلبت أدواتي. سنحتاج لأدوات أكبر. حتى تيلي لا يستطيع تحريك الصخرة. كيف سنخرج من هنا؟ لم أعلم أنك قوية. الشاحنة الأم أنقذت الموقف. يجب أن أتصل بإيريك الحفار لإزالة كل الصخور. إلى اللقاء مع مزيد من المرح والمغامرة في مرآة بيجيكا. أهلا بكم مجددا في مرآة بيجيكا. لقد قمنا بتثبيت نظام تنبيه للطوارئ. شخص ما في مأزق. هيا يا شاحنة السحب تيلي.
إنه إريك الحفار. لقد اصطدم بحجر. انظر، لقد كسر سلسلته. أزرق، أعلم أن العاصفة مخيفة، لكنني بحاجتك. أستكون شجاعاً؟ لا أستطيع الوصول، وأنا أكبر من تجاوز الفتحة. يا إلهي، يجب أن نسرع. أعتقد أن هذا السد سوف يفيض. الأزرق صغير ويلائم المكان. أحسنت يا أزرق، أنت شجاع جدا. لا، السد سوف ينهار. أسرع يا أزرق. أحسنت يا أزرق، تغلبت على خوفك. انظر، قوس قزح. مرحى لكم من جيكو. وداعاً.